طابور طويل من الشاحنات يصطف على مسافة تمتد لعدة كيلومترات قبالة معبر باب الهوى الحدودي، أو كما يسمى هنا في تركيا بمعبر جيلفي جوزو، وهو أحد المعابر القليلة المتبقية التي تصل الشمال السوري بالعالم عن طريق تركيا. هذا المشهد هو مشهد مهم في هذه المرحلة الدقيقة التي يعيشها سكان الشمال السوري بعد الزلزال الكبير الذي ضرب المنطقة قبل أسابيع قليلة. هذه الشاحنات تحمل مساعدات، مواد إغاثية وكذلك مواد غذائية وأيضا مواد تجارية لصالح سكان المناطق في شمال سوريا، وتأكيدات بأن طابور الانتظار طابور طويل نظرا لاعتبارات تتعلق بمراحل التحميل وكذلك مراحل التوصيل. ونحن تحدثنا مع سائقي الشاحنات لمعرفة طبيعة المساعدات التي تصل. نحن نحمل اليوم كميات من الطحين ونرسل يوميا كميات من المواد الغذائية والحليب. الوضع هنا ليس جيدا، أناس كثيرون ينامون في الخيام ويحتاجون هذه المساعدات. جل المساعدات التي تدخل إلى الشمال السوري في هذه المرحلة هي مساعدات جاءت من دول عربية وكذلك من منظمات إنسانية بحسب عديد المصادر. كل الدول العربية بشكل أساسي قدمت مساعدات إلى سوريا، ولكن ما يصل هو مسألة أعاقتها في المرحلة الأولى بعض الصعوبات اللوجستية وفقا لما تقوله السلطات التركية. نحن على الطريق بين هاتاي وحتى منطقة الحدود السورية، كان هناك أعمال على الطريق لفتح هذه الطريق بعد تضرر بعضها. التأكيد أيضا بأن هذه المساعدات لا تحمل فقط مواد إغاثية، هي من بينها مواد طبية، هي أيضا تحمل بيوت جاهزة وخيام وكذلك حمامات متنقلة، مياه صالحة للشرب، حليب أطفال وملابس وغيرها من الاحتياجات الأساسية التي الآن كثير من المتضررين من الزلزال في الشمال السوري هم بحاجة إليها، وهي تغطي احتياجات ما يزيد عن 5 ملايين شخص على الأقل، نصفهم أو أكثر فقط في إدلب، عدا عن مناطق كعفرين ومناطق أخرى قبالة ولاية كلس التركية من بينها عزاز وجرابلس وكذلك دخولا حتى منطقة الباب. وبالتالي هي احتياجات مهمة بالنسبة للناس هناك، ولكن الأزمة كبيرة والكل بانتظار وصول مزيد من المساعدات، لأن حتى سائق الشاحنات يتحدثون عن أن هذه المساعدات تبدو حتى هذه المرحلة غير كافية. شهدي الكاشف الحرة من الحدود التركية السورية.